تؤدي الانبعاثات الناتجة عن أنشطة الإنسان المختلفة إلى الاحتباس الحراري، ما يتسبب بتغيرات مناخية كزيادة شدة العواصف المطرية وموجات من الجفاف، وعلى المدى الطويل انقراض الأنواع الحية وهجرة السكان وذوبان الجليد في القطبين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار، بالتالي تهديد الحياة على وجه الأرض. إن استخدام التقنيات الحديثة وتغير السلوك الاستهلاكي يساهم بحماية الأرض والتخفيف من آثار التغير المناخي.